متتبعي ومتتبعات قناة الجديدة 24، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد يعنى بالشؤون الرياضية. هذا البرنامج اختارت له هيئة التحرير اسم ميادين، فميادين يعتبر نافذة يطل من خلالها مشاهدو القناة على جميع القضايا الرياضية الوطنية والجهوية والمحلية، سواء تعلق الأمر بالرياضات الجماعية أو الفردية. لذلك سيستضيف هذا البرنامج في حلقاته ضيوفا ينتمون إلى مختلف الرياضات، سواء منهم مسؤولون عن قطاعات رياضية أو مدربون أو لاعبون أو ممثلو الجماهير التي تتابع المباريات في مختلف الرياضات. إذن أولى حلقات هذا البرنامج أي برنامج ميادين ستتطرق لموضوع إحداث أكاديمية لكرة السلة بمدينة الجديدة، ولمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن يحضر معي السيد رئيس الأكاديمية السيد بن صالح ناصر عبد الكريم. سي عبد الكريم أهلا وسهلا بك. مساء الخير سيد فتاح، مساء الخير، نشكر الجديدة 24 على هذا الترحيب. سي عبد الكريم، فالجمهور الجديدي كيعرفك بلقب بويا، فأنت لاعب سابق لنادي الدفاع الحسن الجديدي لكرة السلة، لاعب دولي بحكم أنك عنصر من عناصر المنتخب الوطني لكرة السلة، هاجرت إلى الديار الإيطالية مع بداية التسعينات، وهناك أيضا قمت بممارسة كرة السلة وقمت بتدريب فئة الشبان لهذه الرياضة. أيضا أنت سفير السلام في العالم على إثر تأسيس جمعية هناك بالديار الإيطالية، جمعية تعنى بحوار الثقافات والديانات السماوية واندماج المهاجرين في المجتمع. إذن سي عبد الكريم، أولا نبغيو نعرفوا التجربة ديالك في صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة السلة، وكيفاش كان المستوى ديال كرة السلة آنذاك؟ بس عبد الفتاح ترجع بيا للماضي بزاف. مرحبا. ترجع بيا للسنوات ديال الثمانينات. السنوات ديال الثمانينات اللي كنذكر بزاف هو كنا حب الكرة، كان حب الكرة بدون مقابل. الى حد نتذكر شي مقابلات اللي لعبنا كنمشيو نلعبوها من المال ديالنا الخاص، يعني مقابلات ما وطلعنا للبريمير ديفيزيون، طلعنا للدرجه الممتازه وحنا ما عندناش لا رئيس ولا مكتب ولا مسيرين ولا حتى شي حد، وغادي نعمل فلوسنا وغادي هذا، وطلعنا الفرقه. كان معنا واحد المسير اللي هو رئيس ديال كرة السلة في واحد الفرقة ديال لوسيكا اللي هو الحاج صبرو، كان في ذاك الوقت مسكين، كان هو اللي كيساعدنا يعني معنويا لأنه ماديا ما كان لا مكتب ولا يديك ولا يخليك. هادو من النقط فهنا اللي كنذكروا ديال الطفولة ديالنا في الجديدة، وتنظم دوري دولي هذيك السنوات في الثمانينات، دوري دولي اللي حضروا فيه دول اوروبيه ولعبوا معنا هنا في جديده، وربحنا حنا دول اوروبيه. شوف المستوى كيفاش كان في هذاك الوقت، يعني ربحنا حنا الفينال الدول الاوروبيه، يعني المستوى كان طالع ديال كره السله. وبالنسبه للبنيه التحتيه انا ذاك السي عبد الكريم، واش كانوا ملاعب، كان فين كتقوموا بالتدريب، كان دي صال؟ يعني لا، الصال الواحد اللي كانت هي نجيب النعام، صال وحده كانت هي اللي كاينه. وكنعرفوا ان لا صال ديال نجيب النعامي يعني واحد المجموعه ديال الرياضات اللي كتمارس تما، واش كان زعما الوقت عندكم نتوما؟ لا، كان الوقت يعني كافي، ماشي ما كافيش، لانه كانت المصارعه كانت كره السله وكره اليد وكره الطائره، هذو هما اللعاب اللي كانت كتمارسوا اكثر، وكان عندنا الوقت كافي هنا. ولكن كان تنظيم كبير، والناس مسؤولين اللي هما، كان تنظيم كبير، ولكن كان الحمد لله الوقت ديالنا كافينا. إذا الآن أنت واش مازال متتبع لكرة السلة على صعيد فريق بالنسبة لفريق الدفاع الحسن الجديد؟ كما كيقولوا ما عمرني قطعت المصارعة، فهمتي؟ نعم. من هذاك الوقت من 87 88 89 هذا، وأنا كنجي كل سنة وكنتابع وكندعم ماديا يعني معنويا الكلوب ديالي، لأنه
الفريق ديالي هذاك اللي كبرت فيه وطلعت فيه دفاع الحسن الجديدي من صغري كبرت فيه وطلعت فيه كيمشي ليا في الدم في العروق ديالي. نعم، وكيفاش كتشوف المستوى ديالو في الوقت ديالكم نتوما جاي للثمانينات والتسعينات ومستوى ديال فريق الدفاع الحسن الجديد لكرة السلة الآن؟ المستوى ضعيف سي عبد الفتاح، يعني سانشيرمون بدون مستوى ضعيف، مستوى لا ما نقولش ضعيف، مستوى زيرو ديال كرة السلة. العهد ديالنا في الثمانينات باش نعطي واحد المثال كانت كتكون 800-600-700 ديال المتفرجين ملي كتكون المقابلة ديال كرة السلة، وكانت كرة القدم المشجعين ديال كرة القدم ملي كيلعب عندهم كيكون عندهم ماتش هما الحد كيجيو السبت كيشجعونا حنا. فهمتوا؟ كنا حنا في بريمير ديفيزيون، حنا الباسكت كانت بريمير ديفيزيون، المستوى التقني كان عالي لانه المدرب اللي كان هنا الله يرحمه السي عبد الرحمن صبار كان عنده مستوى عالي ولعب هو في كأس العالم ملي يلاه تزدت انا، هو لعب في كأس العالم ديال كرة السلة ملي تزدت انا 66، هو لعب في المكسيك 66، كان مخرج من المدرسة الفرنسية اللي كانت كتلعب هنا في استعمار، اللي سالوا استعمار بقات هذيك المدرسة الأكاديمية ديالها، هما اللي خادوه الأكاديمية الفرنسية ودربوه الفرنسيين. المستوى كان عنده عالي، وهذاك المستوى العالي ديال السي عبد الرحمن صبار الله يرحمه هو اللي عطاه لنا هذيك التقنيات كاملة، عطاها لنا دوز لها لنا حنايا. اليوم كنلقاو يعني المدرسة لي فوندامونتال ديال الباسكيت، القواعد ديال الباسكيت راه فحال هنا فحال نيويورك، فحال هنا فحال بوسطن، نفس القواعد كاينين اللي خاصك تدرب. ولكن علاش نلقاو حنا واحد في ايطاليا ولا في فرنسا المستوى طالع؟ غنجي معك لهذا السؤال السي عبد الكريم. هذا هو السؤال الموالي نيت بالنسبه لك السي عبد الكريم، انت مارستي حتى بالديار الإيطالية سواء في اطار التدريب يعني كمدرب لفئه الشبان، ايضا مارستي كره السله بالديار الايطاليه. يعني نبغيو نعرفوا واحد المقارنه ما بين كره السله المغربيه والايطاليون بينها الاوروبيه. داكور. مدرسه السله الايطاليه ولا الاوروبيه، الوليد كيبدا الباسكيت على 4 سنوات، كاين حتى 3 سنوات، كاين حتى 3 سنوات ما نسميه هنا بالبوسان بالعربية كنقولوا الكتاكيت. 3 سنوات 4 سنوات، إلا كتر 5 سنوات خاصو يدخل في لافو كيبدا لاباز، يعني يبدا يدريبلي كيبدا يدريبلي. ملي كيوصل لواحد السن ديال 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 10 سنين 11 عام وكيبدا في الفوندامونتال، تما فين الوليد خاصك تكونيه باش هذيك الكرة كتولي تجري ليه في الدم ديالو، كيدريب لي هكا باللور وما يشوفش فيها، هكا وما يشوفش فيها، يعني كيتكون تقنيا فردي. التقنيات الفرديه هي اللي ما عندناش هنا. الا بغيتي توصل للتقنيات الجماعيه خاصك تكون التقنيات الفرديه، هذا هو اللي ما عندناش هنا في المغرب. التقنيات الفرديه ما كاينش. انا كنشوف هذاك الشيء اللي هو كلاسيكي كيوصل الدري ل 13 عام كيقول ليه غنديروا البلوك ولا غنديروا الويت ولا غنديروا هذا وكذا من هنا، فهمتي ولا لا؟ راه هذاك الشيء كيبراتيكي، ولكن في لي زونترينمون خاصني ندافي في لا فورماسيون ديالو انديفيديوال تكنيكمون. اذا السي عبد الكريم، الان انت اسستي واحد الاكاديميه يعني التي تهتم بكره السله، كيفاش جاتك الفكرة ديال تأسيس الأكاديمية هنا بمدينة الجديدة؟ ساعات الفتح ملي كنجي نتفرج في الماتشات هنا، كنكون في المغرب وكنتفرج في الماتشات ديال الباسكيت، كيكونوا حاضر الجمهور 50-40 ديال الناس، بعض المرات 10 ديال الناس كيتفرجوا في ماتش ديال الدوزيام ديفيزيون ولا ديال البريمير ديفيزيون، 10 الناس. الحاجة اللي كتضر القلب، حتى المستوى اللي كتشوف ديال البريمير ديفيزيون ديال الدوزيام ديفيزيون ما يوصلش حتى للكاتريام ديفيزيون ولا السانكيام ديفيزيون ولا السيزيام ديفيزيون ديال اوروبا. بريمير ديفيزيون هنا يلاه يوصل للكاتريام ديفيزيون تروازيام ديفيزيون ديال اوروبا، مستوى ضعيف. علاش هذا المستوى الضعيف؟
لانه الوليدات ما كيعرفوش شنو هي كره السله، ولا ما ولا كيعرفوها ما محمسينش، ما ما ماشي حد فتح لهم التيران وفتح لهم الملعب باش يتحمسوا يعشقوا هذه الكره. هاد المساله هذه اساسيه. الفكره جات ملي كنشوف هاد الشيء والمستوى ما كاينش. وعلاش ثاني؟ تبقى بالنسبه ماديا هاد الوليد اللي غتدرب بيه تدربي وطلب منه 350 درهم في شهريا، وطلب منه لاسيرونس 500 ولا 1000 درهم في السنه، يعني هذاك الوليد خاص واحد الميزانيه ديال 6000 درهم 7000 درهم 5000 درهم في العام. وهاد الوليدات هنا في المغرب كاين الوالدين ديالهم اللي ماشي في الاستطاعه ديالهم، ولا يكون با يشد 3000 ولا 4000 درهم ماشي في الاستطاعه ديالو باش يخلص هاد 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 الشيء كامل. اذا ما غيمشيوش الوليدات. الوري الا بغيتي تكون ترجع كره السله كما كانت في المستوى ديالها خاص تبدا ديما من التحت، تبدا من لاباز. باش غنكونوا لاباز خاصنا حنا نديروا مجانيا كره السله تولي تلعب مجانيا في القاعات في ملاعب القرب. هذه فكرنا في هذه الفكره ديال الوليدات باش يمشي لاصال ويكون بعيد، مثلا يكون هنا في درب غلاف ولا هنا في 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 في, في طقم مراكش ولا هذا بعيد على قاعه شاكري الفوق باش غيمشي ليها، خاصو طاكسي باش يمشي تما، وطاكسي باش يجي 20 درهم، اذا راها 60 درهم في الشهر، فهمتي 600 درهم في الشهر ما يمكنش لا يعقل. اذا كاينين عندنا الملاعب ديال القرب بزاف، كاينين بزاف الحمد لله الملاعب ديال القرب. انا شفت في الغزوه كاينين دارتها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني أربعة تيران ديال الباسكت. ومشيت كنشوفهم ولقيت وليدات كيلعبوا فهمتي، ولكن ما عندهمش مدربين، ما عندهمش مؤطرين. إذا عندنا الملاعب وعندنا الوليدات، أش خاصنا؟ التأطير، التكوين ديال هاد الوليدات، نكونهم باش يوليو عشقوا كرة السلة ويرجعوا للمستوى، واحد المستوى يكون عالي. الا ما درناش هذه المبادره ما عمرها كره السله غتطلع. اذا بالنسبه للاكاديميه الان انتم باغيين تنفتحوا ايضا على ملاعب القرب، لا باز لا حتى القاعات. اذا القاعات اذا كيفاش الاكاديميه غادي تتبع الوليدات هذو اللي غاديين يكونوا في القاعات في ملاعب القرب؟ كيفاش غتتم التتبع ديالهم؟ حنا كننظموا دابا مدربين، كننظموا التنظيم ديالنا، كاينين مدربين اصدقاء بحال الصفوي عبد الله، النهار عبد الرحيم، قدماء اللاعبين اللي هما غيسهروا على تدريب هاد الوليدات ياك ولا لا. في نفس الوقت غنكونوا مدربين ياك ولا لا باطر تقنيه اوروبيه يجيو يعطيهم دروس ياك ولا لا في التكوين. وهذوك المدربين اللي كيدربوا وكيدربوا الوليدات يديروا سنتين يعني مجانا، يمشيوا مجانا صف نعطيهم شي حاجه ديال المازوت باش يديبلاصاو، كنقولوا حنا بوكيت موني ياك ولا لا، شي حاجه قليله باش يديبلاصا ولكن مجانا. ملي يكمل العامين ديالو ستاج نعطيوه الدبلوم ديال الجامعه الملكيه لكره السله بانه راه مدرب كامل، وديك الساعه بغى يبقى او غيمشي لشي فرقه اخرى من وحر. المهم غيخدم هاد مجانيا سنتين باش يتاثر فيها ويتكون فيها هو ويعاون هاد الوليدات في نفس الوقت. اذا بالنسبه للاكاديميه على الاساس السي عبد الكريم غادي تكون مشتل للاعبين وايضا للمؤطرين اللي يقدروا يزودوا الانديه الوطنيه. من طبيعه الحال هذا هو العمل ديالنا احنا هنا، هذا هو العمل ديالنا حنا في هذه الاكاديميه. غنكونوا هاد الوليدات الصغار وغنفلتريو اللي عنده عشق بكره السله واللي هو دمه خفيف كما كنقولوا حنا، اللي دمه خفيف وكيهذا، غندوزوا للفرق ديالنا اللي كاينين في جديده، ماشي حنا ما كننافسوا شي حد، حنا ما كننافسوا حتى شي حد وما عندي حتى شي هدف، فهمتي؟ الهدف هو تكوين هاد الوليدات ملي كبروا يعني مكونين، ندوزهم حنا الفرقه الاخرى ديال اللي كاينه ديال الدفاع ولا الفرقه ديال لوسيكا ولا هاد الفرق اللي كاينين ديال كره السله، فهمتي؟ لا حتى بالنسبه للمدربين نفس الشيء،
كان بالنسبة للمدربين نفس الشيء، تكوين المدربين أطر أطر أوروبية اللي غادي يدربهم ويمشيو يترينيو بالولاد في ما بغاو. ولكن الأساس السعب كريم هو المجانية، يعني انت يعني مبادرات شخصية وهذه وعلى أساس أن هذا العمل غادي يكون مجاني. واش كاين شي مستشهر أو مستشهرين أو شراكات أو دعم اللي كيخلي أن الأكاديمية غادي تخدم بواحد الشكل هو مجاني؟ لحد الساعة الحشم هذا لحد الساعة من مالي الخاص ياك ولا لا؟ نعم. من مالي الخاص الماتريال وهذاك الشيء اللي هو خاص باش تمشي هذه الأكاديمية من مالي الخاص. حنا كنتمناو مستقبلا ولاد البلاد كاينين يعني هنا في البلاد والمحبين كاينين ديال كرة السلة وكنتمناو يدعموا، ما كاين حتى شي اشكال، مرحبا باللي بغى يساعدنا ماديا ولا يساعدنا معنويا ولا يساعدنا، لان يد وحده مع عمرها غتصفق، يد وحده مع عمرها غتصفق، يساعدونا باش نقوموا بهذا الواجب ديالنا كمحبين لكرة السلة. إذا السي عبد الكريم من خلال الحديث ديالك تبين على أساس أنه غادي تكون انفتاح على مدربين على أطر أجانب، يعني واش غادي يكون واحد الأمل بالنسبة لهاد الوليدات اللي غتكون ولا هاد المدربين تكون عندهم فرص ديال يعني احتراف ببطولات أجنبية؟ أنا كنت منا ديما السي عبد الفتاح كنت منا ديما وليداتنا يبقاو يلعبوا في بلادنا، كنتمنى وليداتنا يبقاو يحترفوا في بلادنا، يطلع المستوى والمستوى يطلع في حاله في حال ديال اوروبا، والوليد ولدنا ما يبقاش يمشي يحتاج لاوروبا باش يحترف باش ياخذ اكثر من هنا ولا فهمتي. ما خطا الا كان حالات نادره نجم من النجوم ديال واحد ولا جوج ولا ثلاثه اللي غيشرفونا في اوروبا، حنا فرحانين لو ميم فهمتي، احنا فرحانين بهم هذوك جوج ولا ثلاثه على الصعيد الوطني، اما خصنا نكونوا هذوك الوليدات ويبقاو يلعبوا هنا في بلادنا. ولكن انت راك اشرت لواحد النقطه هي المساله ديال ان مثلا هذا اللاعب راه ملي كتجي عروض اجنبيه اول حاجه تيشوفها هو الجانب المادي، هذا هو اللي ما كانش واللي ما خصوش يكون هاد، شفتي ولا لا؟ احنا لعبنا فابور، كنا كنترينيو ما عمرني شفت انا ان بريم ديال 500 درهم، ما عمرني شفتو في حياتي. نعم. عمرني لاعب في البريمير ديفيزيون ما عمرني شفت بريم ديال 500 درهم. يعني كنا كنلعبوا بالحب ديال الكره، الحب ديال كرة السلة في الدم ديالنا. النهار طلعنا البريمير ديفيزيون واقع عقل عندهم ديبلاسين فلوس بفلوسنا، وكان معنا الحاج صبرو وكان معنا السيد الكولونير ديال الايوبي بوكر الشريف مولاي بوكر كان معنا حتى هو في لو ماتش، وطلعنا في بريمير ديفيزيون وربحنا ربحنا الماتش. ترجعنا عاد كنتذكر بانه السيد الوراق انا ذاك عامل اقليم عطانا واحد 5000 ولا 10000 درهم والله ما عقلت، كون بريم ان بريم ديال 5000 و 10000 درهم، وهذيك 10000 درهم ولا 5000 درهم 5000 درهم في هذاك الوقت راك كنت كتمشي بها عام، يعني ما عندكش شي حاجيات اللي هي كثيره، فهمتي ولا كتقرا يعني ما كاين لا بليا لا يديك لا يخليك. اذا شنو الكلمه اللي تبغي توجهها سواء للمسؤولين او الرياضيين او الاطفال اللي باش تحبهم في كره السله، شنو الكلمه اللي تبغي توجهها لهم انت بصفتك رئيس الاكاديميه؟ أنا كنتمنى حاجة وحدة، كنتمنى الباسكيت يرجع للزمن ديالو، كنتمنى الباسكيت يرجع في واحد المستوى اللي هو دولي ووطني كيشرفنا، كيشرفنا لأنه يبكي ملي تمشي تشوف ماتش ديال الباسكيت وما كاينينش حتى عشرات الناس كيتفرجوا فيه، ما كاينش هنا شي مدرسة ديال كرة السلة نهائيا، يعني الأغلبية ديال اللعبة اللي كيلعبوا بعدا كاين هنا في جديدة حتى في المستوى العالي، يعني في الدوزيام ديفيزيون ولا في التروازيام ديفيزيون ولا هذا، كلهم من برا، يعني ولاد جديدة في الباسكت ما كاينينش، إنو إكزيست با، وهذا كيألم السي عبد الفتاح، كيألم بزاف،
غنجيب انا اولاد من برا يلعبوا عندي في جديده باسم دفاع ولا باسم هادي ولا باسم هادي ولا باسم هادي. نعم هذا ماشي شمتي لالا. حنا هاد الوليدات خاصنا نديروا يد في يد، وهاد الوليدات غنكونوهم ان شاء الله بحول الله بالقدره الالهيه والمساعدات ديال. حنا كنشكروا من هاد المنبر السيد العامل والسيد الباشا وجميع من يشرف على 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 على, على الرياضه هنا في الاقليم ديالنا. يد في يد باش نرفعوا المستوى ديال كره السله في البلاد ديالنا. اذا السي عبد الكريم واش كنشكر الجميع، وكنشكر الجميع بدون استثناء، وما عمرنا نديروا الكونكيرونس. حنا ما كنديروش الكونكيرونس لشي فرقه اخرى ولا غنديروا لها. حنا عندنا على وليدات الصغار واللي ما عندوش، اليتامى والمساكين، وحتى اللي باه مسكين ما كيوصلش لراه الشهر. ماشي على اليتامى والمساكين، حيت كاينين الناس اللي كيشد 4000 درهم 5000 درهم راه كيخلص الكرا، كيخلص هذه، ما ياخذ ما يمكنش يخلص 350 و1000 درهم ديال لاسورونس في العام. 350 درهم في الشهر، 1000 درهم ديال لاسورونس ما يمكنش. إذا بالنسبة للأكاديمية مجانية الأداء ولاسيرونس وكل شيء، ما كاينش شي حاجة اللي كتخلص أنا. نعم، واحد النقطة بغيت نشير لها قبل ما نختموا هذا اللقاء معك الشيق السي عبد الكريم، هو واش الأكاديمية الآن عندها أطر اللي غتقوم بعملية تنقيب؟ واش ما فكرتوش على أساس أنكم تقوموا بعملية تنقيب داخل المؤسسات التعليمية؟ لأن هناك يعني مواهب تضيع داخل المؤسسات التعليميه، سيرتو كاين دا واحد البرنامج ديال دراسه ورياده. يعني وي وي هذا اللي قام اللي غيقوم بالتنقيب لاعب دولي لاعب دفاع الحسن الجديدي سابق ياك ولا لا؟ الصفوي عبد الله كيعرفوا، كتعرفوا المدينه كامله، من اطيب خلق الله، من اطيب خلق الله، لا هو ولا نهار عبد الرحيم لاعبين سابقين ديال دفاع الحسن الجديدي. هادو هما جوج اطور حتى سعد الله استاذ الرياضه. يعني هادو جوج اطور اللي غيمشيو ينقبوا ياكل كما كتقولوا تنقيب داخل تنقيب، اسمح لي مرحبا نقبوا صحيحه نقبوا داخل المدارس. ما هو استاذ متقاعد ياكل داخل المدارس باش يجيب هذوك الوليدات اللي عندهم حق. وحاجه اخرى وغنبداو بالمدارس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم مشيت لعند المديره ديال المدرسه اللي حدا المقاطعه الثالثه، كاين واحد المدرسه ديال مشيت هضرت معاهم وعطيت رهن الاستشاره لهذوك الوليدات باش نبداو بهم هما الاولين. نعم هذوك الوليدات خاصهم يفرحوا حتى هما بكرة السلة كيما يفرحوا لجميع الوليدات، خاصهم حتى هما يفرحوا بكرة السلة. ونتمناو حتى يكون عندنا فريق حتى في المدينه ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا سي عبد الكريم ما سولتكش، يعني انا من خلال استشاره وسولت بعض الاصدقاء حول يعني التدريب ديالك في ايطاليا، وبغيت نرجع معك هذه النقطه. عرفت ان من بين اللاعبين اللي تدربوا على يدك هو الابن ديالك، شنو المسار ديال الابن ديالك دابا؟ قبل كنت كنهضر على موضوع الكتاكيت ياك، الوليدات الصغيورين. الوليدات الصغيورين هما لاباز ديال الباسكت. ولدي بديت معاه من 4 سنوات تقريبا، 4 سنوات بدا كيدرب لي، يعني وغادي درجات بدرجات بدرجات. الان عنده 16 سنه ربي يحفظه، عنده 16 سنه كيلعب في منتخب الايطالي ديال الشبان، وكيلعب في الدرجه الاولى يعني كوليج ديال الباسكت خاص. 35 ما بين ولاد وبنات سيليكسيونين من الطاليان كاملين اللي كيلعبوا هما في هذا الكوليج هذا. نعم يعني المستوى رائع. في اي نادي هو تيمارس؟ بارما. بارما بارما الايطالي، يعني بروجيت كلوب بارما بروجيت، يعني يعني من بين الانديه الكبيره في ايطاليا. وي وي بارما من بين الانديه، بارما وبولونيا وهذا من بين الانديه الكبيره في ايطاليا. اذا نتمنى له التوفيق ايضا، ونتمنى لك التوفيق وللاكاديميه سي عبد الكريم. اذا بالتوفيق، شكرا على تلبيه الدعوه، نتمنى لكم التوفيق مره اخرى. كنشكرك سي عبد الفتاح، وكنشكر الجديده 24 على هذا الترحيب. اذا الى هنا سيداتي وسادتي تنتهي حلقه اليوم من برنامج ميادين، الى حلقه اخرى مع ضيف اخر وموضوع اخر. الى ذلكم الحين استودعكم الله، والى اللقاء.